يا شباب دفعة حياة، معاكم عماد النوفل، واليوم راح نكون بشرح اللي هي لكتشر 1 من الفسيولوجي، اللي هي يعني العنوان تبع المحاضرة The Internal Environment and Hemostasis، اللي هي البيئة الداخلية للإنفايرومنت أو البيئة الداخلية للجسم، and الهيموستاسيس اللي هو الاتزان الداخلي بالجسم. أول إشي الليكتشرز أو الأوبجيكتيفز من المحاضرة هاي، يعني أول إشي لازم نفهم إيش يعني الهيموستيسيس اللي هو الهوميوستاسيس اللي هو الاتزان، external and internal environment إيش نقصد بالبيئة الداخلية والبيئة الخارجية، differentiate between the extracellular and intracellular fluid compartments، يعني لازم نميز بين الـ ECF والـ ICF اللي هو السوائل الموجودة خارج الخلايا والسوائل الموجودة داخل الخلايا. Recognize the role of body systems in homeostasis، اللي هي يعني نلاحظ الأشياء، يعني الأشياء اللي بتقوم بيها أو الوظائف اللي بتقوم بيها البادي سيستمز عشان تحافظ على الهوميوستاسيس أو الاتزان الداخلي. طيب بالبداية إيش هي الجنرال أو الفسيولوجي بشكل عام؟ The science that explain the function، أول إشي بدنا نعرف إنه function وظيفة، فقط وظائف، function of cells, tissues and organs، يعني الوظيفة للسيلز اللي هي الخلايا، التيشيوز اللي هي الأنسجة and organs. وركز لي على شغلة، إنه هون إحنا حكينا function، ما حكينا compartments أو place، أو يعني ما إلنا دخل إيش تتكون من، إيش تتكون السيلز من، إيش تتكون التيشيوز، أو وين موقع الخلية هاي، أو وين موقع الانسجاف، أو حتى بالنسبة للأورغانز وين موقع الأورغان، وين موقع الأورغان وين موقع أو من إيش بتكون الأورغان. هاي الأشياء اللي هي مكونات السيل تيشيو وين موجودة رح نتعرف عليها بالهيستولوجي، والأورغانز الأعضاء نتعرف عليها بالأناتومي، إيش مكوناتها وين توجد، هاي كلها بالأناتومي. إحنا هون بهمنا الفانكشن اللي هي الوظيفة، and how they are integrated، هون هاي اللي هي وظيفة علم الفسيولوجي، أو إحنا من إيش نستفيد من علم الفسيولوجي، and how they are integrated to maintain body optimal health and survival، يعني فائدة علم الفسيولوجي بخلينا نعرف كيف أجهزة الجسم أو اللي هن السيلز والتيشيوز والأورغانز بتكاملين مع بعض to maintain the body optimal health and survival، عشان تحافظ على الصحة المثالية للجسم، البادي اوبتيمال هيلث والسرفايفل اللي هي العيش، يعني كيف تتكامل عشان تخلي الجسم أو الإنسان يعيش. طيب هاي بالبداية علم الفسيولوجي. أول شغلة بدنا نعرفها كيف نميز بين الانترنال انفايرومنت والاكسترنال انفايرومنت. طبعا الشرح كيف راح يكون، اللي هي في أول إشي راح نشرح بعض الأشياء اللي ممكن تكون عندها مشاكل، يعني يفضل قبل ما تشوف الشرح تكون دارس السلايدات، وفي مواضيع معينة، يعني بالنهاية أنا مش دكتور ولا إشي، أنا زيكو بفهم المادة بشرحها، عشان إذا في مشاكل أو في إشكاليات بالمحاضرة ترجعوا بس للمواضيع اللي مش فاهمينها، يعني بشكل عام، يعني لا تعتمد على الشرح اللي أنا بشرحه إنه مصدر رئيسي، لا افهم المحاضرة بعدين ارجع للشرح. فأول إشي بدنا نميز بين الانت، يعني what is the difference between the internal and external environment. طيب عشان نفهم خلنا نرسم رسمة بسيطة، خلنا نفرض انه المربع هذا هو جسم الانسان، داخل الجسم عندنا خلية، وداخل الخلية عندنا
هذا العضي اللي هو الميتوكوندريا. هون المنطقة هاي اللي هي outside the body، وهون inside the body. بالنسبة للجسم أي إشي outside the body، بلاش نحط مربع هسه، أي إشي outside the body يعتبر external environment. وأي إشي inside the body يعتبر اللي هو الـ internal environment. وبالنسبة للبدي الـ internal environment هاي لازم نكون دائما عارفينها، وهي هاي فقط هي هاي الشغلة المطلوبة بالمحاضرة، بس راح أفهمكم كيف نميز بين external environment و internal environment. بس بالنسبة للبدي دائما الـ internal environment اللي هي الـ ECF، اللي هي الـ extracellular fluid. الاكسترا سيلولار فلويد هو اللي بنعتبره الانترنال انفايرمنت بالنسبه للبدي. طيب نيجي للسل اللي هي الخليه هاي. الخليه هاي في برضه نفس الاشي، في الها في اشي براها يعني برا الخليه هي عايشه بمحيطه، وفي اشي داخلها. طيب هون الاي سي اف بالنسبه للخليه، شوفوا انا ما بدي اخربطكم، احنا المطلوب منا بالسلايدات تاعيت المحاضره اللي هو فقط نعرف انه الانترنال انفايرمنت الاي سي اف، يعني اي محل بيجيك الانترنال انفايرمنت ايش هو راح تحكي له الاي سي اف. لكن كيف قالوا، كيف حكوا يعني الساينتست والعلماء والفيزيشنز كيف قرروا انه هذا internal environment وهذا external environment؟ هسه رح افهمكم. حكينا بالنسبة للجسم الـ external environment اللي هي خارج الجسم، جوا الجسم الـ internal environment اللي هي الـ ECF. طب نيجي على مستوى الخلية، مستوى الخلية رح يصير الـ external environment هو الـ ECF، الـ ECF او الـ extracellular fluid، لانه هو المحيط اللي بتعيش فيه الخلية. فهذا هون راح نعتبره الاكسترنال انفايرومنت بالنسبة للسل مش بالنسبة للبادي. اما اللي راح يكون الانترنال انفايرومنت بالنسبة للسل اللي هي الخلية هاي اللي راسمينها، ما بنحكي عن البادي، اللي هو اشي بنسميه الاي سي اف، اللي هو الانتراسيلولار فلويد، او اللي هو يعني بشكل عام احنا بنقول له اللي هو السيتوبلازم، الانتراسيلولار فلويد. الفرق بين السيتوبلازم والاي سي اف، اتوقع انه الاي سي اف هو فقط الليكويد السائل، اما السيتوبلازم بيشمل العضيات الموجوده داخله، اتوقع هيك الفرق، ممكن اكون غلطان. بس بنقدر نعتبر انه الاي سي اف هو نفسه السيتوبلازم. عندك هون بالنسبه للخليه، الاشي الموجود خارجها هو الاي سي اف اللي هو الاكسترنال انفايرمنت، الاشي الموجود داخلها اللي هو الاي سي اف اللي هو الانترنال انفايرمنت. نيجي بالنسبه للميتوكوندريا، هذا العضي اللي رسمته هون. بالنسبه للميتوكوندريا فصف الاي سي اف اللي هو السائل المحيط بها هو الاكسترا سيلولار انفايرمنت، هو الاكسترا. ليش؟ لانه يحيط بالميتوكوندريا، فاي شيء بدها اياه الميتوكوندريا تمتصه او تاخذه، فراح تحتاج تاخذه من الاي سي اف، فصفه البيئه الخارجيه بالنسبه للميتوكوندريا او الاكسترا سيلولار انفايرمنت او الاكسترنال انفايرمنت. هلا لو في سائل او في يعني في سائل خلنا نحكي جوا الميتوكوندريا، فهو هذا الاشي راح نعتبره ايش بالنسبة للميتوكوندريا internal environment. فهذا الفرق بين الاكسترنال انفايرومنت والانترنال انفايرومنت. الاكسترنال انفايرومنت يعني انتو لازم تعرفوا دائما انه هذا اشي نسبي، هذا اشي نسبي، يعني الجسم بالنسبة له الاي سي اف هو الانترنال انفايرومنت، الاكسترنال انفايرومنت اللي هي البيئة الخارجية للجسم. برضو نفس الاشي السل بالنسبة لها الاكسترنال انفايرومنت هو الاي سي اف، الاي سي اف انترنال انفايرومنت. بس برجع بعيد، الدكتور لما حط السلايدات حكى انه الاكسترنال
انه الانترنال انفايرومنت هي نفسها الاي سي اف، فهذا اللي راح نمشي عليه، لانه هون هو حكم بالنسبه للبادي، يعني هو ما بهمه الاشياء هاي كلنا اللي حكيناها هاي، يعني عشان نفهم فقط. اما اللي بدنا نعتمده انه الانترنال انفايرومنت تساوي الاي سي اف، بس هذا الاشي رح نعتمده. طيب ايش الفرق بين الاي سي اف والاي سي اف؟ يعني هسه بدنا نبلش باشي اسمه البادي، فلويد. في عندنا البادي فلويد مقسمة لجزئين، البادي فلويد بالجسم، الاي سي اف والاي سي اف. طيب الاي سي اف هي فقط السوائل الموجودة داخل الخلايا، اي سائل داخل الخلية احنا بنعتبره اي سي اف، خلصنا منها. بس هاي هي تشكل ما نسبة 2 الى 3 من سوائل الجسم. بالنسبة للاي سي اف، الاي سي اف هي السوائل اللي بتكون موجودة خارج الخلايا، خارج الخلايا، وبتنقسم لقسمين، ايش هن القسمين؟ البلازما والانتر ستيتيال فلويد. طيب ايش الفرق بين البلازما، او لازم نعرف كمان انه يعني مبين كونه هذا ثلث فهذا بده يكون ثلثين، ثلث السوائل اللي بالجسم اللي هو الاي سي اف، بيشمل البلازما بيشمل الانترستيشيال فلويد. طيب شو الفرق بين البلازما وشو الفرق بين الانترستيشيال فلويد؟ البلازما احنا عندنا هاي، خلنا نعتبر انه وعاء دموي، الوعاء الدموي بيسري فيه البلد، البلد من ايش مكون؟ مكون من white blood cells و red blood cells بالإضافة لبلازما. يعني البلازما بتكون بتمشي بالبلد مع ال white blood cells و red blood cells ومخلوطة معها. ف يعني هون بلازما، البلازما موجودة اللي هي بلازما الدم، احنا هي متعارف عليها على انها بلازما الدم، لما نحكي بلازما بروح مخنا على بلازما الدم، موجودة على شكل خليط اللي هو الخليط اسمه البلد، عبارة عن بلازما، ريد بلد سيلز، وايت بلد سيلز. طيب بالنسبة للانترستيشيال فلويد، بالنسبة للانترستيشيال فلويد وين موجود هذا، او كيف شو بيختلف عن البلازما؟ البلازما حكينا موجود جوا الدم، هذا مش موجود جوا الدم، هذا موجود خارج الأوعية الدموية، خارج الدم. طيب إذا خارج الأوعية الدموية ومش جوا الخلايا، لأنه جوا الخلايا حكينا اللي هو الآي سي اف، ومش جوا الأوعية الدموية، وين بده يكون؟ حلو السؤال. الخلايا بتكون هيك بهذا الشكل، مرصوصة على بعضها، بس حتى وهي مرصوصة بيكون في بينات شوية فراغات هيك بهذا الشكل، الخلايا بتكون مرصوصة بس في شوية فراغات، هاي الفراغات فيها اللي هو سوائل، هاي هذا السائل من اللي موجود بين الخلايا بنسميه الانترستيشيال فلويد، او له اسم ثاني اللي هو الاسم بالعربي السائل بين الخلوي. اذا نرجع نعيد، قلنا الانترنال انفايرومنت بالنسبه للجسم اللي هي الاي سي اف، الاكسترا سيلولار فلويد. طيب
بالنسبة للبادي فلويد بشكل عام، اللي هي عندك اي سي اف الاكسترا سيلولار فلويد، وعندك الاي سي اف اللي هو الانترا سيلولار فلويد. وعشان عشان اضمن انه ما حدا يغلط فيها، الاي سي اف اللي هو الانترا سيلولار فلويد ما بنعتبره انترنال انفايرومنت، ما بنعتبره انترنال انفايرومنت. ماشي، انا حكيت لكم هو يعتبر انترنال انفايرومنت بالنسبه للسيل، بس الدكتور ما اعتمد الحكي هذا الحكي بس عشان نميز بين الاكسترنال انفايرومنت والانترنال انفايرومنت، يعني كيف حكموا العلماء هون انترنال وهون اكسترنال. بس احنا بالسلايدات عندنا الاي سي اف لا يعتبر انترنال انفايرومنت، يعتبر يعني لا يعتبر انترنال انفايرمنت، مش حاط ايش هو. متى ممكن اعتبره انترنال انفايرمنت؟ اذا حكى لك بنص العباره الصحيح، مثلا حكى لك بالنسبه للميتوكوندريا ايش يعتبر الاكسترا سيلولار او الاكسترا اكسترنال انفايرمنت، راح تحكي له الاي سي اف اذا جاب لك بعباره صريحه، بس ما اتوقع يجيب زي هيك. في عندك اللي هي الانترا ستيشيال فلويد حكينا. هسه البادي فلويد قلنا في اي سي اف وقلنا في اي سي اف. الاي سي اف اللي هو ثلثين المياه الموجوده بالجسم، الاي سي اف اللي هو الثلث. الاي سي اف خلص هو السوائل، هو السائل الموجود داخل الخلايا. طيب الاي سي اف، الاي سي اف هو ممكن يكون بلازما، ممكن يكون انترنال فلويد. شو فرق البلازما عن الانترنال فلويد؟ البلازما اللي هو السائل اللي بيكون موجود داخل الدم، بيكون مخلوط مع الريد بلاد سيلز والوايت بلاد سيلز. طيب الانتر او الانترستيشيال فلويد، الانترستيشيال فلويد بيكون موجود بين الخلايا، بين الخلايا يعني قلنا الخلايا زي هذا الشكل، بتكون متراصة على بعضها، بيناتن بيكون انترستيشيال فلويد. طيب نحكي شوي عن الاي سي اف. لما نحكي اي سي اف بشكل عام لازم يكون خاطر ببالك كم من نقطة. أول نقطة حكيناها اللي هي إنه الإي سي إف هي الإنتر أو الإنترال إنفايرومنت، مش الإنترال، راح مخي إنترنال ثاني شغلة إنها تشكل ثلث السوائل الموجودة بالجسم. طيب إيش الشغلة الثالثة؟ الشغلة الثالثة وهي شغلة مهمة والدكتور ركز عليها كثير، اللي هي الـ ECF دائما في حركة مستمرة. يعني إيش؟ constant motion. ولما نحكي constant motion هون أنا اللي قصدي فيه اللي هي اللي بيكون بحركة مستمرة، اللي هي بلازما الدم. ليش؟ لأنها بتتحرك مع الدم بالأوعية الدموية، سواء كانت شعيرات دموية أو أوردة اللي هي الفيسل، الأوردة والشرايين. طيب أثناء حركة، في هون كمان نقطة مهمة حكاها الدكتور، خلنا نيجي على المخطط اللي عمله. هاي عنا اللي هي الهيرت، اللي هي الهيرت اللي هو القلب الهارت، وفي عند اللي هو هذا الاشي او الجهاز هذا اللي هو السيركولاتوري سيستم او جهاز الدوران. فالبلد حكينا في سيلز وفي بلازما. سيلز السيلز قلنا وايت بلد سيلز وريد بلد سيلز، بتحرك في جميع اجزاء الجسم، جميع فهو بيصل السيركولاتوري سيستم بيوصل البلد وسواء بما فيه البلازما الى جميع اجهزه الجسم. طبعا ليش بيوصلوا لجميع اجهزه الجسم؟ بيوصلوا لجميع اجهزه الجسم عشان يتم التخلص من المواد، بتخلص من المواد او مش تخلص من المواد عفوا، ممكن تخلص من المواد وممكن ياخذ مواد. يعني مثلا اذا الجسم احتاج اكسجين O2
بنوصل راح تصل يصل الدم للريسبيراتوري سيستم، ياخذ اكسجين يعطي ثاني اكسيد الكربون، ينطرح ثاني اكسيد الكربون وناخذ اللي هو الاكسجين. برضه مثلا نحتاج في نسبه اليوريا زادت بالجسم، البلد راح يروح عند اليورينري سيستم، يطرح اليوريا الزائده والاورجانيك ويست يطلع يطرحها خارج الجسم. وبرضه نفس الاشي حتى بالنسبه للسل، اي اشي بنحتاجه بصير في تبادل بين اللي هو البلد والخلايا، يعني مش شرط فقط اجهزه الدم يصل، لا بيصل الخلايا. هلا بدي احكي شغله حكاها الدكتور، بس قبل رايح ارسم رسمه. هاي اللي هي الرسمه البسيطه اللي بدي ارسمها. في عندنا هون اللي هو فيسل او اللي هي بلاد فيسلز اوعيه دمويه. هذا في البلد، البلد في سيلز حكينا وبلازما. السيلز اللي هن الريد والوايت بكونن عاملات ميكس، يعني خليط بين البلازما والريد والوايت بلاد سيلز. طيب اثناء حركه البلد بالاوعيه الدمويه ايش اللي بصير اثناء حركتها وتنقلها بين اجهزه الجسم؟ بصير شيء اسمه ميكسينج، اختلاط بين البلازما الموجوده بالبلد والانترستيشيال فلويد اللي هو السائل بين الخلوي الموجود حول الخلايا اللي هو سائل الانسجه بنسميه، سواء الانسجه والتشيز، بصير في ميكسينج. طيب كيف الميكسينج هذا بصير؟ مثلا انا بدي اودي اكسجين، مثلا في محمل الدم محمل بالاكسجين، بدي اوصل الاكسجين للخلايا. فيه اللي هي شيء بنسميه جابس، هي لو تلاحظ عملت فراغات، هاي هون فراغات بالوعاء الدموي، هاي الفراغات الدكتور حكى لنا بنسميها جابس. ف اللي بيصير انه بلازما الدم تخرج، لحظه اول بدك تفهم، مش الدم اللي بخرج، لا البلازما فقط اللي هو السائل الموجود بالدم بخرج من الوعاء الدموي عن طريق هاي الجابس، وبنتقل وين؟ بنتقل للانترستيشيال فلويد اللي هو السائل بين الخلوي، وبصير في ميكسينج بين البلازما والسائل والانسجه الموجوده فيها. فلما ينتقل هون فهو باعتبار نقل الاو 2 للانترستيشيال فلويد، ومنه الاو 2 بتصل للسل او الخليه اللي هي بتحتاجها. ومش شرط او 2، ممكن ينقل مواد ثانيه، بس على سبيل المثال احنا حكينا الاو 2 اذا عشان نقدر نميز. البلد فيه بلازما وفي سيلز. البلازما ايش فايدتها؟ ليش موجوده بالبلد؟ عشان تنقل المواد اللي بتحتاجها الخلايا. مثلا زي ما حكينا الخليه احتاجت اكسجين، البلازما بتكون جايه من الحويصلات الهوائيه مليانه، او البلد بيكون جاي من الحويصلات الهوائيه مليان بالاكسجين. فهاي الجابس بتعمل زي مرشات، اشي برش يعني، فبتنزل لما يصل الدم لعند هاي الجابس برش اللي هي البلازما، ما بيطلع الريد والوايت بلاد سيلز، لا اذا طلع هون بتصير مشكله. الريد والوايت بلاد سيلز بضلن موجودات جوا ايش؟ بضلن موجودات جوا الفيسلز. فبتخرج البلازما اللي فيها طبعا الاو 2 للانترستيشيال فلويد، فالانترستيشيال فلويد بصير مملوء بالاو 2 ومنه بتروح للسيلز. هلا لما السيلز تستهلك اللي هي السيل الخلايا تستهلكها وتعطيك مثلا سي او 2، طبعا اكيد بدها تستهلك الاو 2 مثلا اللي هو الاكسجين تعطيك سي او 2، كيف بدها ترجع السي او 2 للبلد عشان تطرحه من الجسم؟ اللي بصير نفس الشيء عشان ما تنقص السوائل اللي بالجسم، وبرضه ناخذ السي او 2. السيلز بتطرح السي او 2، خلينا نحطه هون، السي او 2 لا اللي هو الانترستيشيال فلويد، والانترستيشيال فلويد برجع السوائل اللي اخذها من البلازما برجعها على الفيسلز، برجعها على فيسلز محمله بالسي او 2. ف
فالسوائل نفسها اللي طرحناها من البلازما برضو بترجع للدم، فعشان هيك بصير ميكس، صح انه بصير ميكسينج، بس برضو عشان نحافظ على نسبة الدم نفس السائل اللي اخذناه من رجع. فهيك البلد بصير محمل بالسي او 2 وبروح على الحويصلات الهوائية عشان نطرحه خارج الجسم. ان شاء الله اكون وصلت الفكرة، يعني الصراحة هذا اكثر اشي بقدر عليه. طبعا هاي بالنسبة لنقطة كونستانت موشن او حركة مستمرة، فهمناكو ايش يعني constant motion. النقطة الرابعة او الخامسة، المهم اللي لازم نعرفها، انه الاكسترا سيلولار فلويد relatively constant. ايش يعني relatively constant؟ نسبيا ثابتة. كيف ليش نسبيا حكينا؟ لانه انا دائما بدكم تعرفوا انه بالطب او بالمصطلحات الطبيه ما في شيء اسمه عدد ثابت، دائما بعطيك رينجز. يعني مثلا زي ما حكى الدكتور عدد خلايا الدم البيضاء من 3000 ل 11000، دائما بعطيك اقل حد واعلى حد للطبيعي. اكثر من هيك اقل من هيك صار شيء اسمه ابنورمال، فبالتالي عندك مشكله. مثلا عدد خلايا الدم البيضاء صار عندك التهاب راح تشوفه اكثر من 11، فبالتالي هذا بطل كونستانت، يعني صار زياده، فبالتالي انت عندك مشكله. يعني كيف تعرف انه عندك مشكله؟ لما يزيد العدد عن الشيء الطبيعي او الرينج الطبيعي. فدائما ريلاتيفلي كونستانت يعني لما نحكي ثابت نسبيا. نسبيا ليش حكيناها؟ لانه دائما احنا عندنا رينجز، يعني راح يتغير بحدود الرينجز هاي. يعني لما اقول لك انه الوايت بلاد سيلز عددها من 11000 ليش انعجقت؟ لحظة، قصدي من 3000 إلى 11000، من 3000 إلى 11000 عدد الوايت بلاد سيلز. فبالتالي ممكن تكون 4000، ممكن تكون 5000، ممكن تكون 6000، ممكن تكون 10000، ممكن تكون 11000، لكن أكثر عن هيك بالتالي عندك مشكلة. يعني لازم يكون نسبة بين ال 3000 وال 11000 وال 11000 عشان نحكي إنه أنت بالنورمال رينج. طيب غير انه ريلاتيفلي كونستانت، طيب اخر شغلة بدنا نحكي عنها، والله ما انا عارف، خلي اول شيء نشرح ايش هو الهيموستيسيس. الهيموستيسيس اللي هو توقع هيك هيموستيسيس، ان شاء الله تكون مزبوط املائها، مش متأكد، دقيقة. هون اي الهوميوستاسيس بشكل ايش هو؟ هي مجموعة من الميشانيزمز اللي هن الآليات عن طريقها الجسم بحافظ على حالته مستقرة. طيب كيف الجسم بحافظ على استقرار الاي سي اف والاي سي اف اللي هن سوائل الجسم؟ اول اشي بدنا نعرف انه التوازن او الاشي اللي بصير بالاي سي اف والاي سي اف بنسميه ستيدي ستيت. مش نوت ايكويليبريوم. طب ايش الفرق بين الستيدي ستيت والايكويليبريوم؟ الايكويليبريوم
أو خلينا نشرح بمثال. مثلا عندك خلية، هاي خلية بالإي سي أف بيكون تركيز الكي بلس قليل مقارنة بتركيز ال ان اي بلس. ها هي ان اي بلس، هاي 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 ان اي بلس. تركيز الكي بلس بيكون اقل بكثير من تركيز ال ان اي بلس، عكس داخل الخلية. داخل الخلية تركيز الكي بلس بيكون جدا مرتفع مقارنة بال ان اي بلس. الإكوليبريوم إيش يعني؟ الإكوليبريوم إنه الـ NA بلس بكونه تركيز الـ NA بلس مرتفع خارج الخلية، فبالتالي إنه الـ NA بلس يدخل والـ K بلس يطلع من الخلية، لحد ما يصير تركيز الـ NA بلس برا الخلية يساوي تركيز الـ NA بلس جوا الخلية، وتركيز الـ K بلس برا الخلية يساوي تركيز الـ K بلس داخل الخلية. هذا الإشي راح يموت الخلية، راح موت الخلية. يعني الخلية إذا صار الإشي هذا راح تبطل تعمل من مرة. طيب إيش اللي بيصير؟ كيف بنحافظ على الهيموستيسيس؟ بنحافظ على الهيموستيسيس عن طريق، يعني بالوضع الطبيعي خلنا نحكي زي ما حكينا، بصير ديفيوجن، الان اي بلس بنزل جوا الخليه والكي بلس بيطلع برا الخليه. لكن اللي بصير هو شيء اسمه ستدي ستيت، يعني بنحافظ على حاله الثبات. هون حاله ثبات، يعني الجسم بحافظ على تركيز الان اي بلس زي ما بده اياه، زي ما بدها اياه الخليه. تركيز الان اي بلس برا مرتفع، تركيز الكي بلس جوا مرتفع. يعني الإكوليبريوم والستادي ستيت الفرق بيناتهم إنه إكوليبريوم اتزان، ستادي ستيت حالة ثابتة. اتزان إيش يعني؟ بحافظ على التركيز برا يساوي التركيز جوا. ستادي ستيت لا، إذا الخلية بدها تركيز الكي بلس يظل جواتها مرتفع بخليه مرتفع، والتركيز الان اي بلس برا لازم يكون مرتفع بخليه مرتفع، إذا منخفض بخليه منخفض. هذا الفرق بيناتهم. طيب كيف الخلية بتحافظ على هذا الاشي؟ طيب الكلمة الجوهرية او الاشي الجوهري بيكون بغشاء، الغشاء البلازمي للخلية. الغشاء البلازمي للخلية بتمتع بخاصية اسمها النفاذية. لا تروح الدراجة. اوكي، النفاذية الاختيارية اللي هي selectivity permeability، سيلكتيف بريمابيليتي اللي هي النفاذيه الاختياريه. يعني الغشاء البلازمي اميت ما بده بفوت كي بلس، اميت ما بده بيطلع ان اي بلس عشان يحافظ على الستدي ستيت، الحاله الثابته. يعني مش انه في خلص صون تركيز مرتفع تركيز منخفض انتقل من التركيز المنخفض للمرتفع، لا، الغشاء البلازمي للخليه ما بيخلي الاشي هذا يصير. لكن في بعض الحالات زي ايش؟ في بعض الحالات ممكن، على المثال هذا اللي انا حكيته، ممكن اضطر ادخل ان اي بلس للخليه واطلع الكي بلس خارج الخليه، او ادخل ان اي بلس يعني ازيد تركيز الان اي بلس جوا الخليه. كيف؟ مثلا اللي هي بالجهاز العصبي، في عندك كيف شكل الخليه العصبيه؟ الخليه العصبيه بتكون بهذا الشكل. هون عندك اللي هي الزوائد الشجريه، وهون بيكون محور العصبون، وهون كمان هون بتكون اللي هو منطقة الالتقاء اللي هي الزر التشابكي نعتبره هيك بهذا الشكل. طيب ايش بصير بالعصب؟ العصبون مثل اي خلية طبيعية بالجسم، تركيز الكي بلس داخله بيكون اعلى من تركيز الـ NA بلس، وخارج بيكون الـ NA بلس أعلى. هسا لما يصير الـ depolarization أو إزالة الاستقطاب، فكك من الـ depolarization هاي لقدام ناخذها اللي هي الاسم الإنجليزي لإزالة الاستقطاب، بتدخل
الـ NA بلس عن طريق قنوات مخصصة بتنقل الـ NA بلس، بتدخل الـ NA بلس داخل العصبون، فبتزيد تركيز الـ NA بلس داخل الخلية، بزيد تركيز الـ NA بلس داخل الخلية، فهذا الإشي بيؤدي لإزالة الاستقطاب. إشي اسمه إزالة الاستقطاب، ليش؟ عشان ينقل السيال العصبي، وبعدها عن طريق المضخات برجع للوضع الطبيعي اللي هو وضع الراحة. إذا الغشاء البلازمي، طبعا هذا الاشي هسه مش مطالبين فيه، لقدام راح ناخذه، بس انا بدي اوصل لكم الفكره انه الغشاء البلازمي بنعتبره غشاء شبه منفذ. ايش يعني شبه منفذ؟ بيسمح بمرور الاشي اللي بده اياه، وبمنع مرور الاشي اللي بده اياه. كيف بسمح، كيف بمرر، وكيف ما بسمح بمرور؟ في عنا اكثر من طريقه، اللي هي الطرق اللي بينفذ من خلالها المواد. عندك اللي هي الديفيوجن، السمبل ديفيوجن، عندك الاوزمو هيهم الطرائق اللي بيسمح فيهن، الديفيوجن، الاوزموسيس، الاكتيف ترانسبورت اند فيسكولار ترانسبورت، اللي هن هذول اللي راح ندرسهم بالمحاضرات الجاية. اتوقع المحاضرات الجاية راح تكون كلها اللي هي شرح ل، او محاضرات الميد يعني بشكل عام راح تكون شرح للاشياء هاي. اذا الهيموستيسيس للخلايا كيف بصير؟ لا مش للخلايا، لسوائل الجسم، بصير عن طريق شيء اسمه الستادي ستيت، مش الستيدي ستيت، مش الاكويليبريوم. ايش الفرق حكينا؟ الفرق انه الاكويليبريوم انه يخلي تركيز المواد خارج الجسم يساوي تركيز المواد داخل الجسم. هذا الاشي قلنا مش دائما بزبط، او باغلب الحالات، معظم الحالات ما بزبط. لازم احافظ على تركيز المواد ثابت كما هو، اللي برا الجسم اللي اعلى اعلى، واللي اقل اقل. فهذا الاشي بنسميه ستيدي ستيدي ستيت. طيب في عنا، وبرضه كمان قلنا كيف بنحافظ على الستيدي ستيت، يعني بنمنع مثلا انه اذا كان التركيز برا اقل من اعلى من التركيز جوا، يصير في عنا ديفيوجن، عن طريق الخاصية اللي بتمتع فيها اللي هو الغشاء البلازمي، اللي هي السلكتيف بيرميبيليتي، او النفاذية الاختيارية. انا كغشاء بلازمي بسمح بدخول المواد اللي بدها اياها الخلية، وخروج المواد اللي بدها اياها الخلية. ان شاء الله اكون وضحت الفكرة بشكل ممتاز. طيب خلينا هلا نقرا سلايدات الدكتور. طبعا اتوقع انا كل شيء موجود بالسلايدات شرحته، بس فيما لو يعني مش كل شيء، تقريبا 90% من الاشياء الموجوده بالسلايدات شرحتها، لكن خلينا نقرا السلايدات قراءه. The internal environment extracellular fluid، مثل ما حكينا لكم، حكى اعتبر الانترنال انفايرومنت دائما اللي هي الاي سي اف، او الاكسترا سيلولار فلويد. يعني دائما لما يقول لك انترنال انفايرومنت، دغري يروح مخك يشبك على الاكسترا سيلولار فلويد او الاي سي اف، اولسو كولد مليو انتيريور باي ذا فرنش فيسيولوجيست كلود برنارد. يعني اسم ثاني لها المليو انتيريور، سماها كلاود برنارد. The internal environment is the fluid environment in which the cells live، اللي هي السائل اللي بتعيش بيه الخلايا، قصده الاكسترا سيلولار فلويد. Note that external environment outside the body، مثل ما حكينا لكم هون المقياس اللي اعتمد عليه اللي هو ايش؟ البادي. The ECF consists of one third of body fluid، يعني ثلث سوائل الجسم اللي هو ECF. ECF consists of the blood plasma and interstitial fluid. وقلنا لكم انه البلازما بتكون موجودة بالبلد، blood plasma، او موجودة بالبلد، بتكون مخلوطة مع الريد blood cells والوايت blood cells. والانترستيشيال fluid اللي هو بيكون موجود بين الخلايا. The ECF is constant motion. ايش يعني قلنا constant motion؟ بحركة مستمرة. It is rapidly transported in the circulating blood and then mixing between the blood and tissue fluid occurs by diffusion through the capillary wall. يعني rapidly transported، اللي هي حكينا البلازما الموجودة بالدم دائما بتتحرك مع الدم. rapidly transported in a circulating blood، بالدم اللي بتجول بالأوردة بتكون موجودة يعني مع الدم اللي بيمشي بالبلد،
الدم السوائل اللي بتمشي مع الدم بالأوعية الدموية and then mixing between the blood and tissue. زي ما حكينا لكم بيكون في حكينا الكابيلاري وول اللي هي جدران الأوعية الدموية بتكون ضيقة وفيها gaps فراغات مثل ما حكينا هون. هون حكينا بتكون البلد بيكون في سيلز وبيكون في بلازما وبيكون عندك جابس فراغات، هاي الفراغات بتطلع منها البلازما عشان يصير ميكسينج بين الانترستيشال فلويد والبلازما يغذيها بالمواد اللي ناقصة الخلية. مثلا لو كانت بدها او 2 بيكون البلازما محملة بالاو 2 بتروح على الانترستيشال فلويد، من الانترستيشال فلويد بتروح على السيلز. فهون بحكي لك انه rapidly transported in a circulating blood and then mixing بصير اختلاط between the blood اللي هو الدم and tissue fluid. احنا هون قلنا مش الدم كامل، البلازما بس. blood and tissue fluids occurs by diffuse blood بين هون لاحظ الكلمة mixing between the blood and tissue fluids، سوائل الجسم والدم، سوائل الانسجه والدم بصير بيناتها اختلاط اللي هي البلازما والاي سي اف. occurs by diffusion through the capillary walls. قلنا انه الكابيلاري وولز بيكون فيها جابس. the composition of اي سي اف is maintained by body systems. يعني المحتويات الاي سي اف بيتم المحافظه عليها عن طريق اجهزه الجسم. it contains the ions and the nutrients needed by the cell for maintenance of cellular life. it also contains CO2 plus other cellular waste product. يعني برضو الدم في اللي هي العضيات او contain ions، في ايونز وغذاء، في ايونات او غذاء للخلايا، بس برضو بنفس الوقت في اللي هي CO2 والويست اللي الدم بنقلها لليورينري واليورين اللي هي اجهزه الاخراج، ممكن الدايجستيف وممكن اليورينري عشان يطردها داخل خارج الجسم. برضو هون كمان في ملاحظه حكاها الدكتور اللي هي عن الكوليرا، انه حكى دائما الديهايدريشن الجفاف بالنسبه لجسم الانسان يساوي ديث اللي هو الموت. ايش يعني وليش خص الكوليرا بالذات؟ الكوليرا لانه من اعراضها الاسهال، فبتكون فيتال، بتكون الكوليرا احيانا قاتله بالنسبه للانفانتس اللي هم الصغار بالسن، لانه اصلا بيكون اجسامهم ضعيفه وما بتتحمل الجفاف، فزياده او الافراط في خروج الماء من الجسم عن طريق الاسهال ممكن يؤدي للجفاف وبالتالي الموت. The internal environment، تكمل الـ internal environment، the concentration of O2 glucose, different amino acids, fatty substances and other constituents are held relatively constant. حكيت لكم ركزوا على relatively constant، ثابتة نسبيا. ليش ثابتة نسبيا أو نسبيا ثابتة؟ لأنه في range، في نسب. يعني دائما لما مثلا نسبة الجلوكوز بالدم من 100 ل 120 او من 100 ل 110، من 60 ل 110 اتوقع هيك، من 60 ل 110 او من 60 ل 100، ممكن يكون 80، ممكن يكون 90، زاد عن ال 100 فبالتالي بطل النسبة المحدودة، فصار عندك مشكلة يعني، او قل عن ال 100 فعندك مشكلة. فدائما ريلاتيفلي كونستانت بنعطيك ثابت نسبيا. ليش؟ لانه بنعطيك رينجز. In this internal environment, so as cells are capable of living, growing, and performing their special function. تقدر إنها held constant. يعني بتكون ثابتة عشان تقدر تقوم الأعضاء والخلايا بوظائفها. The concentration of ions and other substances in the extracellular fluid may differ from that of the intracellular فلويد. يعني انه بيقول لك التركيز المواد اللي موجود بالسائل بين او السائل خارج الخلايا بيختلف عن تركيز ماي ديفر، ممكن يكون بيختلف عن السائل تركيزها جوا الخلايا، مثل اللي هي الان اي بلس. الان اي بلس بتكون مرتفعه خارج الخلايا، ان اي بلس ال ماينس اند اتش 3 او بلس او اتش 3 او ماينس ايونز بتكون بالاكسترا
بتكون تركيزها مرتفع بالاكسترا سيلولار فلويد. الانترا سيلولار فلويد اللي هو الاي سي اف هاز هاير كونسنتريشن اوف كي بلس اللي هي ايونات البوتاسيوم ام جي بلس 2 اند فوسفات ايونز، ايونات الفوسفات. ذا هذول لازم نحفظهم. عندك الانترا سيلولار فلويد اكثر شيء فيه بيكون الان اي بلس سي ال ماينس اتش سي او 3 اتش سي او 3 ايونز. عندك الانترا سيلولار فلويد هاير كونسنتريشن اوف كي بلس ام جي بلس 2 اند فوسفيت ايونز. ذا كومبوزيشن اوف اي سي اف از مينتيند باي ذا سيل ميمبرين هاز ا سبيشال ميكانيزم فور ترانسبورت ايونز اند مولكيولز، اللي هن زي ما حكينا انه الغشاء البلازمي في عنده خاصيه اسمها سيلكتيفيتي بريمابيلتي او سيلكتيف بريمابيلتي اللي هن فاذيه الاختياريه. هاي الخاصيه بتسمح للغشاء البلازمي انه يفوت اللي بده اياه ويطلع اللي بده اياه، طبعا مش اللي بده اياه هو ايش الخليه بتحتاج بفوته وايش ما بتحتاج بيطلع حتى لو كان في فرق بالتراكيز. طيب شو هن الخاصيات اللي بخلن اللي هو الغشاء البلازمي او السيل ممبرين خلينا نحكي يشتغل؟ اللي هن الديفيوجن الانتشار، اللي هو زي ما حكينا من الاعلى تركيز للاقل تركيز ممكن احيانا نستخدم هاي الخاصيه. الاوزموسيس، الاوزموسيس هون خاصه بنقل المياه، تنقل المياه من المنطقه، تنقل المياه من المنطقة الأعلى تركيز بالأيونات إلى المنطقة الأقل تركيز بالأيونات. الأكتيف ترانسبورت هون بتنقل عكس التركيز، يعني من التركيز المنخفض للتركيز المرتفع. وهون كونه بتنقل عكس التركيز فبالتالي هي بحاجة إلى ATP، بحاجة لطاقة. and vascular transport يعني الفاسكولار ترانسبورت هاي اتوقع خاص بالشرايين، يعني لسه لقدام رح ناخذهم. طيب بالنسبه للهوميوستاسيس او نحكي اللي هو الاتزان بالجسم، is the maintenance of the ECF and the ICF composition in a steady state. يعني انك شو هو الاتزان؟ قلنا في ميكانيزمز او اشياء خاصه بالجسم، ميكانيزمز اللي هي اليات خاصه بالجسم بحافظ فيها على تركيز ال ECF and وال ECF وال ICF in steady state، بحاله ثبات. قلنا steady state not equilibrium. ايش الفرق بين steady state وequilibrium؟ حكينا steady state بحافظ على الحالة ثابتة زي ما هي، النسبة مثلا برا الخلية اكبر بخليها اكبر وبخلي جوا اقل. equilibrium لا، بخلي اذا كانت النسبة برا الخلية اكبر بخلي النسبتين داخل الخلية وخارج الخلية متساويات. condition distinct from equilibrium by a variety of regularity progress called homeostatic mechanisms. قلنا انه عن طريق الهوموستاتيك ميكانيزمز اليات الاتزان. disease or deaths is often the result of dysfunctional of homeostasis mechanism. يعني الديزيز او المرض سببه المباشر بيكون خلل بالهيموستاتيك ميكانيزمز اللي هي آليات الاتزان بالجسم. هذا هون في شيء اسمه الباثوفيسيولوجي. The discipline pathophysiology explains how the various physiological processes are alerted in disease or injuries. يعني كيف الحالة الفسيولوجية للجسم أو إيش شو اللي بيختص فيه الباثوفيسيولوجي، بشرح لك كيف الحالة الفسيولوجية للجسم بتتغير أثناء الإنجرز أو خلني أشيل النت، أثناء الإنجرز اللي هي الجروح أو الديزيز. The effectiveness of hemostatic mechanism varies over person's lifetime. يعني إنه الحالة الاتزان أو آليات الاتزان ما بتكون ثابتة بالنسبة، يعني مش مثلا شخص صغير بالعمر اللي هو infant اللي هو الرضع، الهيموستاتيك ميكانيزم ما حتكون بنفس فعالية الأدلت، فبتختلف باختلاف العمر. contribution of body system
تو هيموستيسيس. المهم بعطيك يعني بعض الامور اللي او بعض الميكانيزمز اللي او الميكانيزمز اللي هن الاشياء الاليات اللي بتبعها الجسم عشان يحافظ على الهيموستيسيس او الاتزان. الاتزان داخل الجسم مثل ايش الاليات اللي بيستخدمها الجسم؟ رول اوف سي في اس، طبعا ما راح نشرحهن كلهن لانهن كثار صراحه، ويعني حاليا مش مطلوب مننا نعرفهن كلهن، راح ندرسهن كل هذول الاشياء راح ندرسهن بشكل مفصل لقدام. فحاليا بس يعني حناقش ثنتين او ثلاث منهن. رول اوف سي في اس ان هيموستاسيس، ميكسينج ذا بلازما اند اكسترا سيلولار فلويد ثيرابي ات مينتين كومبليت هوموجينيتي اوف ذيس فلويدز ثرو اوت ذا بادي. يعني الاول الدور اللي بيقوم بالكارديو فاسكولار سيستم اللي هو جهاز الدوران، اللي هو الخلط بخلط البلازما والاكسترا سيلولار فلويد اللي هو مثل ما حكينا اللي هي الكابيلاري وول، بتنقل عن طريق الجابس بتنقل البلازما على الانترستيشال فلويد والاشياء هاي. ثيرابي ات مينتين كومبليت هوموجينيتي اوف ذيس فلويدز ثرو اوت ذا بودي، يعني انه بحافظ على تجانس هذه السوائل. رول اوف ريسبيراتوري سيستم ان هيموستاسيس اللي هي وظائف جهاز الدوران، مثل ما بنعرف اللي هو السبلاي بيزود الاو 2 ريموف السي او 2. رول اوف جي اي تي اللي هو جهاز الهضمي بالهيموستاسيس، ابزوربشن اوف كربوهيدراتس فاتي اسيد اند امينو اسيدز انتو ذا اكسترا سيلولار فلويد، امتصاص بصير امتصاص ل الاشياء او اللي هن الغذاء، امتصاص للغذاء عن فبنمتص الكربوهيدرات والفاتي اسيد والامينو اسيد ونرسلهن او نبعثهن للاكسترا سيلولار فلويد. رول اوف ليفر اند اذر اورجان ان هيموستاسيس، برضه الليفر له كمان زي ما بنحكي دور بالهيموستاسيس. ميتابوليك فانكشن اللي هي بعمليات الميتابوليك اللي هن الانابوليك والكاتابوليك، عمليات الهدم والبناء. changing chemical position انه يغير التركيب الكيميائي changing the chemical position غير التركيب الكيميائي لبعض المواد. modifying the absorbed substance برضو المواد الممتصة ممكن يعمل عليها تعديلات. and storing والتخزين، storing هون اتوقع على الجلوكوز، هو بخزن الجلوكوز على شكل فركتوز اتوقع هيك كأنه اخذناها بالبيض. طبعا هاي الاشياء راح نفهمها ونعرفها بعدين، حاليا يعني بس رؤوس اقلام راح ناخذها، يعني مستحيل نشرح كل موضوع، كل موضوع بده محاضره لحاله اذا بدنا نشرحه. رول اوف كيدنيز ان هيموستاسيس، اكسكريشن اوف ويست برودكت such as يوريا يوريك اسيد excesses اوف ايونز اند ووتر، يعني بتعمل افراز للويست برودكتس اللي هن الفضلات السائله. رول اوف ماسكيو سكيليتال سيستم اللي هي وظيفة الجهاز الماسكوسكليت اللي هو الجهاز الهيكلي، الهيموستاسيس اللي هي الدعم السبورت والموفمنت والحركة. رول اوف نيرفس سيستم ان هيموستاسيس، انستانت ريجولاتوري فانكشن باي اتس سنسور بارت سنترال نيرفس سيستم اور انتجريتيف بارت اند ذا موتور بارت. يعني بحكي لك انه بيعمل تنظيم فوري للوظائف اللي بيقوم بها الجسم عن طريق السنسور بارتس اللي هن الاشياء الحسيه، عن طريق السنسور بارتس اللي هو النظام الحسي، ممكن يكون سنترال نيرفس سيستم جهاز مركزي، او ممكن يكون موتور بارت اللي هي الاعصاب الحركيه، في اعصاب مركزيه اللي هي بالدماغ والحبل الشوكي بالبرين والسباينال كورد، وفي عندنا برضه الموتور بارت اللي هي بتكون موجوده بالاطراف باللمبس. ذا اوتونوميك سيستم اوبريتس اوف سب كونشيشوس اللي هي الحالات اللا اراديه وحالات اللاوعي. يعني
هون بنحكي برضو عن الحالات اللاوعي، مثلا اللي هي ضخ الدم بواسطة القلب. هاي الأشياء أنا ما بحس فيها، هي بتتم عن طريق الجهاز العصبي بس أنا ما بحس بيها، مثل اللي هي الموتور بارت، يعني مثلا الاستجابة، في استجابة بتحس فيها وفي استجابة ما بتحس فيها. الموتور بارت والسنسور بارت مسؤول عن الأشياء اللي بتحس بيها. أما الصب كونسيشيس اللي هي حالات اللاوعي وحالات اللا إدراك، هاي بيكون مسؤول عنها الهرمونات والغدد والأشياء هاي، مثل الهضم أو ضخ الدم وهاي الأشياء. رول أوف إندوكراين سيستم اللي هي وظائف الاندوكراين اللي هي جهاز الغدد الصماء، اللي هو الهرمونال سيستم، الاستجابة الهرمونية. ان هيموستاسيس ديلايد اند برولونجد ريجولاتوري فانكشن، ثايرويد هرمونز، انسولين هرمونز، باراثيرويد هرمونز. ذيس سيستمز او ذيس سيستم ريجوليتس مينلي ميتابوليك فانكشن. يعني هون بحكي لك جهاز الغدد الصماء وظيفته بالهيموستاسيس ديلايد برولونج ريجولاتوري، يعني التنظيم طويل المدى، يعني مش زي الاستجابة العصبية مجرد يعني بتكون لحظية، لا بتطول يعني، لأنه يعني السبب إنه الهرمون بيكون يفرز بالدم فبيطول حتى تروح الاستجابة، عكس الأشياء العصبية اللي بتكون عن طريق الأعصاب فبتكون سريعة. شو هن أمثلة على الهرمونات؟ ثايرويد هرمون، الأنسولين هرمون، الباراثايرويد هرمون. This system regulates mainly metabolic function اللي هي عمليات الهدم والبناء، اللي هن الأنابوليك والكاتابوليك. رول اوف ذا اميوني سيستم اللي هو جهاز المناعه، وايت بلاد سيلز، ذا ثايموس اند ليمف نودز اللي هن الغدد الليمفيه والخلايا الدم البيضاء، والثايموس اللي هي بالعربي اللي هي الغده الزعتريه اتوقع. This function in hemostasis وانصرنا في نودز ان هيموستاسيس از ذا بروتكشن فروم باثوجينز، الحمايه من الامراض. This function is achieved by distinguishing body own cells from harmful foreign cells and substances and by destroying the invader by phagocytosis or antibodies. يعني هذا كيف بتتم عملية الحماية. هون في عنا اشي اسمه الوايت بلاد سيلز والغدة الزعترية والليمف نودز. عملية الاتزان هون بتتم عن طريق الحماية من الباثوجينز اللي هن مسببات الأمراض. كيف؟ عن طريق التمييز بين خلايا الجسم نفسها والهارمفول فورين والأجسام الغريبة اللي بتدخل عليه. وإذا دخل عليه أجسام غريبة ايش اللي بصير؟ انه الوايت بلاد سيلز حسب ما بتوقع اللي هي الباثوجي الفاجوسايتوسيس بيتم عن طريق الوايت بلاد سيلز اللي هي ابتلاع مسببات الامراض، او عن طريق الانتي بوديز. ذا رول اوف ذا انتيجومنتري سيستم، الانتيجومنتري سيستم اللي هو السكن اند اتس فيريوس ابندجز، يعني الجلد السكن اللي هو الجلد اند اتس فاريشن ابندجز اللي هو الجلد وملحقاته المختلفه، اللي هي ممكن نعتبر كمان الغدد العرقيه اللي هي بتفرز العرق. العرق هذا عشان ينظم اللي هي التمبرتشر ريجوليشن، ينظم درجه حراره الجسم. اخر شيء اللي هي رول اوف ريبرودكتيف سيستم تو مينتين هيموستاسيس مينتينز كونتينيوتي of life by generating a new being to replace those that are dying اللي هو reproductive system أو جهاز الإنتاج، اللي وظيفته maintain the homeostasis، محافظة على الاتزان
مينتين كونتينيوتي اوف لايف، يعني بحافظ على استمرارية الحياة عن طريق انه ينشئ جنريتنج نيو بينجز تو ريبليس ذوز ذات ذي ار داي، يعني الاشياء اللي بتموت يعمل بدالها، هذه وظيفته. كيك بحافظ على الهيموستاسيس. السلايدين هذول ما راح احكي مش مهمات، بس لسه يعني لو بدنا نشرح كل موضوع بتفاصيله منهن احنا بحاجة لمحاضرة. لقدام رح نتعرف عليهن اكثر، فمش مشكلة لو حسيت حالك مش فاهم منهن اشي او مش فاهم بعض التفاصيل. المهم اللي هي قبل، السلايدات اللي قبل كلها مهمة ولازم نفهمها ونحفظها. بالنسبة للسؤال اللي موجود اخر المحاضرة، السؤال شو بحكي لك؟ Which statement regarding homeostasis is incorrect؟ يعني غير صحيح. The term of homeostasis describes the maintenance of nearly constant conditions in the body. يعني مصطلح الهيموستاسيس أو الاتزان الداخلي بيصف الـ maintenance، المحافظة of nearly constant conditions in the body، إنك تحافظ على الظروف الداخلية أو ظروف الجسم nearly constant، يعني تقريبا ثابتة، وهذا إشي مزبوط، هو هذا تعريف الهيموستاسيس. A must disease hemostatic mechanism are no longer operating in the body. هون بحكي لك ايش؟ انه بالديزيز اللي هي الامراض الهيموستاتيك ميشينزم بتكون معطله تماما، يعني ما بصير فيه هيموستاسيس بالجسم اللي مصاب بالمرض. هلا هو بكون في خلل بالميشينزم اللي بنستخدمها بالهيموستاسيس، بس ما بتتعطل بشكل كامل، على كل نخليها. The body's compensatory mechanisms often lead to deviation from the normal range in some of the body's function. طيب ايش body's compensatory mechanisms؟ يعني خلنا نعتبرها هلا، نعتبرها آليات الالتزام بالجسم. البادز كومبنساتوري ميشانيزم، يعني لما يصير في عندك تغير، ملخص الخيار هذا، لما يصير عندك مثلا تغير بالاكسترنال انفايرمنت، بده يصير عندك اللي هو استجابه وتغير بالانترنال انفايرمنت اللي هي بالاي سي اف. فلما يصير هذا التغير بالجسم فممكن يسبب تغير بالحاله الفسيولوجيه للجسم، فبالتالي هاي برضه كمان نقدر نعتبرها صحيحه. Disease is generally considered to be a state of disrupt hemostasis. برضو مظبوطة هاي، يعني هون شو حكى لك؟ Disease generally considered a state of disrupt، يعني disrupt يعني خلل أو تدمير للهيموستاسيس، بيكون في عندك هون خلل بالهيموستاسيس، مش إنه ما في هيموستاسيس، لا، خلل أو إشي غلط موجود بالهيموستاسيس، فبصير عندنا اللي هو الديزيز، مش no longer operation، يعني ما في عندنا هيموستاسيس بالمرة. The concept of hemostasis includes the concept of an error signal، اللي هي الكونسبت إنه الهيموستاسيس أو الاتزان بيشمل الايرور ساينال اللي هي الاشارات الخاطئه. هو نعم بيعمل ايرور ساينالز او اللي هي الاشارات الخاطئه اللي بنسميها، اللي برسلها الجهاز العصبي، بيعمل الهيموستاسيس على حلها، فنقدر نعتبرها ضمن مفهوم اللي هو الهيموستاسيس. فبالتالي صف الجواب الصح او هو اللي هي الانكوركت سنتنس بالنسبه للهيموستاسيس اللي هي بي. طبعا هيك بنكون ان شاء الله هيك نكون فهمناكو او فهمنا اللي هي المحاضرة ليكتشر 1 بالفسيولوجي. يعني الصراحة عملت كل جهدي، لكن برجع بقول انا مش دكتور، طالب زيكو بفهم المادة بشرحها، فالمفروض تكونوا دارسين قبل ما ترجعوا للفيديو هذا، تكونوا دارسين المادة فاهمينها وعندكم اشكاليات، فاما تعتبروها كمصدر مراجعه للي فهمتوه، او عندكم اشكاليات او نقاط مش فاهمينها ترجعوا للفيديو تفهموها. يعطيكم الف عافيه.